اهلا ومرحبا بكم مشاهدي قناه مدينه الملك عبد الله الطبيه بالعاصمه المقدسه في موجزها الاخباري لاهم الانجازات والنجاحات لشهر فبراير لعام 2019. والى الموجز. الفيصل يتابع جهود مدينة الملك عبدالله الطبية للارتقاء بالخدمات الصحية، جاء ذلك خلال استقبال سموه للمدير العام التنفيذي الدكتور عبدالله بن عصام غباشي ومرافقيه الكرام، اطلع خلالها على الجهود والخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين وكذلك حصولها على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة والتميز بالمستوى الفضي. إنشاء مكتب للتيقظ الدوائي في مذكرة تعاون بين المدينة الطبية والهيئة العامة للغذاء والدواء، ويأتي ذلك في إطار تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بمأمونية وسلامة وجودة الأدوية الطبية المتداولة. إنقاذ حياة معتمرة أربعينية من تمزق ذاتي للمريء وتسمم الدم عبر خدمة الخط الساخن، حيث تم التدخل بالمناظير غير الجراحية وتركيب دعامات المريء وقفل الثقب باستخدام لاقطات المنظار الحديثة أو فيسكو. 21 ركنا في فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان تحت شعار هذا أنا وهذا ما سأفعل، في رسالة للمجتمع بالدعم لمحاربة هذا المرض مع ضرورة نشر الوعي حوله وسبل الوقاية منه باتباع نمط حياة صحي وإجراء الفحوصات للكشف المبكر بشكل دوري. انطلاق برنامج سفير الابتكار ب 38 مشاركا في نسخته الثانية، يشمل 29 تخصصا مختلفا يهدف إلى اكتساب المفاهيم الأساسية للابتكار ومنهجياته وطرق التطبيق واكتساب مهارة تحويل الأفكار إلى نماذج أولية ملموسة قابلة للتنفيذ. مدينة الملك عبد الله الطبية تستضيف ندوة مستجدات المختبرات الطبية، اشتملت على 21 محاضرة ومناقشة متزامنة مع 8 حلقات عملية لتبادل الأفكار والمعارف في مجال المختبرات بمشاركة نخبة من الاستشاريين في نفس المجال. إنقاذ حياة فتاة من ورم متضخم ملأ تجويف البطن بالكامل في عملية بالغة التعقيد استغرقت 6 ساعات، وورم بوزن 11 كيلوغرام عانت منه فتاة 18 عاما لمدة 2 سنين. مدينة الملك عبد الله الطبية تطور من منظومة أجهزتها وتقنياتها للعلاج الإشعاعي لمرضى الأورام، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتقديم خدمات طبية ذات جودة ومعايير عالمية للمستفيدين من خدماتها للمرضى. شملت تقنية المعجل الخطي وتقنية العلاج الإشعاعي بالضبط التنفسي التلقائي أثناء الشهيق العميق وتقنية المحاكاة رباعية الأبعاد لعلاج أورام الرئة. ختاما سعدنا بمشاهدتكم متابعينا الكرام، متمنين لكم خالص الود والتقدير. كان معكم بالتقديم أحمد خضر وروان الحربي، في أمان الله.